السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح البتني. قبل ما نبدأ الفيديو تاع نهار اليوم ما تنسوش تصليوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلوات. اليوم ان شاء الله نحضروا مع بعض وصفة جديدة. هذه الوصفة طلبوها مني بزاف مشتركات، لقيت الاسم تاعها في التعليقات، ولكن انا كطلبوها عليا ما كنتش نعرفها حتى جربتها وعرفت وش هي وبحثت عليها مليح باش قدرت نخدمها معكم وقدرت باش نعرفها. وعلاش خدمتها معكم؟ لانه الفوائد تاعها كثيرة كثيرة كثيرة، وايضا هذه الوصفه هذه يعني وصفه نصحنا بها الرسول عليه الصلاه والسلام، كان يخدمها وقت في الوقت اللي كان فيه الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا هذه الوصفه اللي هي التلبينه النبويه، هذه الوصفه راهي معروفه بزاف. الوصفه هذه ايضا او هذا الاسم تاع التلبينه النبويه كنت تبحثوا عليه سواء في الجوجل ولا في اليوتيوب راح تلقاو فيديوهات بزاف بزاف عليها، ولكن كل واحد كيفاش يخدمها. يعني هما المقادير نفس المقادير يدوروا في نفس الفيديوهات، ولكن كل واحد بالنسبه للمقدار كل واحد كيفاش يخدمه. وانا حاولت واجتهدت قدر المستطاع اني باش نجيب لكم الوصفه المناسبه والوصفه اللي تكون باذن الله الناجحه 100%. وايضا في اخر الفيديو راح نقول لكم واش هما الفوائد تاع التلبينه هذه وش هي الخدمة تاعها وكيفاش حتى نصنع عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وما هي الأحاديث اللي ذكرها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا هنا كما كنتم تشوفوا أنا عندي أول حاجة هنا التلبينة النبوية، هذه راهي مشرية. التلبينة راهي مخدومة بالشعير، مخدومة بالشعير، شعير حبات، ويخليوه بهو بهذاك كما كنتم تشوفوا هنا. إذا كانت الصورة واضحة بهو بهذيك النخالة، شوفوا تلقاو فيها واحد العواد، هذه هي التلبينه او هذا هو الشعير الحقيقي اللي كان الرسول عليه الصلاه والسلام بكري يخدموا بها، فهمتوني؟ لازم يكون فيها الشعير باش تصبع لنا تلبينه. انا في بدايه الامر ما لقيتش هذه وكنت مزروب عليها، جبت هذه التلبينه النبويه، ولكن هذه بالحلبه، بالحلبه لزياده الوزن. لهنا انا ما ننصحكمش بهذه، فقط بالنسبه للناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن وحابين يستعملوها ماشي مشكل، ولكن هي دير شويه الريحه تاع الحلبه. بالنسبه للناس اللي يخافوا من ريحه الحلبه نقول لكم هذه ما ننصحكمش بها لانه رائحتها كارثه، فهمتوني؟ ولكن بزاف مليحه، راح تلقاو لهنا الفوائد تاعها، راح تلقاو كلش تاعها راهو هنا. ولكن انا دوكا راح نخدم لكم التلبينه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام نتاع الزمان باذن الله، ان شاء الله يوفقنا رب العالمين، راح نعطيكم المقادير المضبوطه. انا راح نستعمل كميه قليله لانه هذه راح نستعملوها لفرد شخص. اذا انت راح تخدميها لشحال من شخص سواء الام تاعك والاب وانت، تقدري تضعفي المقادير. اول حاجه نجيبوا لهنا كسرونه، لازم تتبعوا الخطوات وتتبعوا النصائح، فهمتوني؟ نجيبوا، انا استعملت الفنجان، عندنا الكاس الاول، الكاس الثاني، الكاس الثالث، وعندنا الكاس الرابع، ربع فناجل انت ماء، ماء بارد عادي. وعندي ايضا لهنا فنجال انت شعير مرحي. لهنا تقدروا انتم الشعير اذا ما لقيتوش مرحي وما عندكمش الريحه في البلاصه اللي كنتم تسكنوا فيها، واش ديروا؟ تشريوا شعير حبات، تغسلوه، تنقيوه مليح وتخليوه بقشروه هكاك، تشيحوه، ومن بعد تريحيوه في هذيك الريحه تاع القهوه، لازم يكون بودر. لهنا درنا ربع فناجل تاع ماء، وراح نديروا فنجال انت الشعير، ونجيبوا لهنا الفوي. بالنسبة للفوي لهنا نخلطوا السعر في بداية الأمر بهذه الطريقة، يعني بارد في بارد كما نخدموا نشاو الحليب، ونخدموا بالفوي في البداية، ولكن بعد ما نحطوها على النار لازم ما نخلطوش بالفوي، لأنه الفوي مع المقلاة راح يتأكسد وراح لهنا ما تصبحش عندنا تلبينة صحية. نخلطوهم، شوفوا لهنا كي يركح لنا الخليط تاعنا، شوفوا هذيك النخالة كيفاش تطلع، راكم تشوفوا. إذا لازم يكونوا فيها هذوك الشوائب، نخلطها شوية بارد في بارد. بعد ما نشوفها تخلطت جيدا نجيبوا لهنا مغرف تاع لوح أو ملعقة تاع لوح، ونحطوها على النار. إذا هنا حطيناها على النار وراح نخلط مع الاستمرار في التحريك حتى تبدا تعقد لنا، يعني كما تعقد لنا هذيك العصيدة. ولكن كاين الناس اللي يديروها كيما المهلبية، يعني القوام تاعها يكون كي المهلبية، وكاين اللي يخليها جاريه تجي كيما حساء الشوربه، فهمتوني؟ يعني كل واحد كيفاش. انتم حاولوا تتبعوا هذه المقادير اللي عطيتهم لكم، يعني باذن الله تكون هذه هي الوصفه الناجحه 100%. دوك انا راح نخلط مع الاستمرار في التحريك، كي نشوفها بدات تعقد نرجع لكم. اذا لهنا شوفوا بدا القوام تاعها بدات تخثر لنا، نزيدوا نستمروا
هكا. انتما اذا حبيتوها تكون عقده اكثر ديروا فنجان ونص نتاع الشعير، فنجان ونص نتاع الشعير. نزيد نستمر. اذا لهنا نشوفوا القوام تاعها كي تشوفها بدات دير الفقاعات، نجيبوا لهنا نص فنجان تاع حليب. ممكن اذا كانت عندكم حساسيه من الحليب تقدروا تستغناو عليه، فهمتوني؟ تقدروا تستغناو على الحليب اذا حبيتوا، يكفي انكم ديروا الماء مع الشعير وحده. ونزيدوا نخلطوها شويه لمده دقيقه او دقيقتين. من الاحسن تستعملوا الحليب يعني هذا كونديا، من الاحسن اذا كان عندكم، اذا ماهوش موجود عندكم تستعملوا عادي تاع شكاير تاع الساشيات هذاك، ولا تستعملوا تاع الغبره كما تحبوا. يعني تخلطوا شويه غبره مع الماء وتخدموا حليب ومن بعد تضيفوه. مهم انتم حاولوا تقيدوا بالمقادير اللي عطيتهم لكم. لهنا بالنسبه للمنكهات، كاين اللي ينكهها بالماء زهر، كاين اللي ينكهها بشويه ملح، كاين اللي ينكهها بالسكر، ولكن هذا غير صحي. يعني الرسول احنا بغينا نقتديو بالسنه النبويه. الرسول عليه الصلاه والسلام بكري كيفاش كان يخدمها؟ بهذه الطريقه، كان يخدمها ماء وشعير وحليب، وفي الاخير كان يحاول ينكهها بشويه عسل يكون حر. العسل الحر موش العسل هذاك اللي نشريوه منا نتاع الكاطو، العسل الحر. اذا انتم كنتوا خايفين من العسل الحر هذاك اللي يكون ممكن ما يكونش حقيقي مزيف، تقدروا تشريو هذاك تاع الشفاء. فقط العسل رانا نضيفوه باش يحل لنا شويه التلبينه، لانه الذوق تاعها شويه فيه مراره ولكن فيها منافع كثيره راح نذكرهم لكم في اخر الفيديو بعد ما نقدم لكم هذا التلبينه. اذا هنا انتم هنا يرجع لكم القوام اللي بغيتوه انتم. مادام راهي سخونه كما كنتوا القوام تاعها راهو سائل، كي تخليوها تبرد من بعدها راح تزيد تيبس وتحكم القوام تاعها اكثر واكثر. دوك نطفي عليها النار ونروح نقدمها. التلبينه تاعنا راهي حاضره معنا، لازم نخليوها شويه تدفى، راح تزيد تحكم روحها مليح. شوف القوام تاعها يعني كيما نحسها. عندي لهنا عسل، انا للامانه ما عنديش عسل النحل الاوريجينال، وايضا ما عنديش عسل الشفاء، استعملت عسل السدر. انتما كما قلت لكم ما عندكمش عسل السدر ولا ما عندكمش عسل النحل، استعملوا عسل الشفاء راهو موجود في المحلات. ولهنا فقط راح ننكهوها بهذه الطريقه، نجيبوا لهنا ملعقه وبهذا الشكل. شفتوا كيفاش هكا فقط، وراح نخلطوها. ما نخلطوهاش بزاف، فقط نخليوها بهذه الطريقه. ولهنا يكون الحساء تاعنا بعد ما نخليوه يدفى راح يكون واجد ويصلح لهنا الوقت تاعو باش ناكلوه. بالنسبه للاكل هذا من الاحسن تستعملوها مره في اليوم، مره في اليوم، وتكون في اثناء العصر. يعني وقت ديروها قبل ما تاكلوا بساعتين وبعد ما تاكلوا بساعتين. يعني ناكل انا دركا نخلي ساعتين ونديرها ناكلها، ومن بعد نخلي 3 سوايع باش ناكلها. يعني الوقت اللي ناكلها هي لازم نخلي ساعتين قبلها وثلاثة بعدها، مفهومة لهنا. إذا كما قلت لكم ديروها مرة في اليوم، وحاولوا موش فرد نهار راح تلقاو النتيجة. بطبيعة الحال لازم تخليوها على الأقل تداوموا عليها لمدة 3 أشهر. معليش كي تديريها اليوم وغدوة ما ديريش، غير غدوة ديري، غير غدوة ما ديريش، يعني نهار بنهار معليش، ولكن باش ديريها نهار وتخلي 10 أيام ولا 20 يوم وتزيدي ديري، هذا راهي ما عندها حتى نتيجة. من الاحسن هذو من وصايا الرسول عليه الصلاه والسلام، وانا راني حاولت انه نوصلكم الفكره، وحاولت انه نجتهد ونجيب لكم الفكره الحقيقيه عليها. بالنسبه للذوق تاعها يعني فيه في الاخير اريرغو، في الاخير طول فيها ذوق شويه ما كما كان، ولكن هي حاجه موصى علينا عليها النبي عليه الصلاه والسلام، نحيوا السنه تاع الرسول عليه الصلاه والسلام، سورتو في الوقت هذا اللي رانا فيه نتاع الكورونا وتاع الضغط وتاع الامور هذو، هذا ما يصلح. بالنسبه للفوائد نتاعها، الفوائد تاعها راهي جمه وعديده، انا راح نعطيكم البعض منها. بالنسبه للتربينه النبويه مليحه بزاف لمرضى الكوليسترول، يعني يعدل نسبه الكوليسترول في الدم، هذه اول حاجه. ايضا التلبينه وامراض ضغط الدم، يعني التلبينه مليحه بزاف لاطونسيون، الناس اللي يعانيوا من لاطونسيون ثاني تقي من اصابه بضغط الدم، واذا كان انسان مريض بضغط الدم راح تريقل له ضغط الدم. هذا بالنسبه للتلبينه وامراض ضغط الدم. بالنسبه ايضا للتلبينه والاكتئاب والحزن، وهذا الشيء الرسول عليه الصلاه والسلام هو اللي نوه عليه بزاف، بانه التلبينه تنحي بزاف هذا الاكتئاب وتنحي الحزن وتنحي الاسقام وتنحي المهم والكد والهم وكلش. كما قلت لكم التلبينه مليحه بزاف في حالات الحزن والاكتئاب ولاحداث التوازن المبين. ايضا التلبينه تعالج السرطان
وتقي من الشيخوخه، يعني دير لكم تاخر في الشيخوخه، يعني ما تكبروش في وقت صغير. عندنا ايضا التلبينه ونقص الوزن. بالنسبه للناس اللي عندهم البدنه وباغيين ينقصوا في الوزن بزاف مليح عليهم، اما بالنسبه اللي بغاو يزيدوا في الوزن كاين العكس تاعها اللي هي مخدومه بالحلبه لزياده الوزن، ولكن هذه اللي خدمتها لكم راهي لانقاص الوزن، ماهيش راح تنقص لكم الوزن لدرجه كبيره ولكن مليحه. المهم عندها فوائد كثيره وجمه. ايضا التلبينه وعلاج ارتفاع السكر، يعني تعدل السكر في الدم. التلبينه بالنسبه للامراض، الناس اللي عندها مرض السكر، التلبينه وامراض القلب، الناس اللي عندها ايضا امراض القلب يرتاحوا باذن الله لانه فيها تحتوي على فيتامين ه. عندنا ايضا تلبينه تهدئ وتلين القولون، سيرتو في العصر تاعنا اللي رانا فيه بزاف ناس مرضى بالمعده، مرضى بالقولون، القولون العصبي، المهم بزاف مرضى تاع القولون. هذه الوصفه راهي بزاف بزاف مليحه، تلين الامعاء حتى تخليهم الامعاء تاعنا يمشيوا بالبيان، حاجه بزاف مليحه. علاه قلت لكم انكم، على واش قلت لكم ما تاكلوها، ما كي تاكلوها لازم ما تاكلوش قبلها بساعتين وما تاكلوش بعدها بثلاث سوايع، علاش قلت لكم؟ هذا على جال المعده وعلى جال القولون، باش تريح لكم القولون باش من بعد كي تاكلوا ما يضركمش الحال. هذا بالنسبه للقولون. وايضا نعطيكم تنبيه اللي هو معلوم ان اثر الدواء لا يظهر في اول اكله، يعني هذه الوصفه هذه راهو ماشي النتيجه تاعها راح تخرج في النهار الاول، يعني لازم على الاقل على الاقل على الاقل تداوموها لمده ثلاثة اشهر وراح تشوفوا النتيجه باذن الله. المهم انتم حاولوا قدر المستطاع انكم تاكلوا التلبينه قبل الاكل بساعتين، سيرتو قبل بساعتين، ومن الاحسن تزيدوا في السوايع من بعد التلبينه. اذا هذه هي. وبالنسبه للحديث اللي حدثنا عليه النبي عليه الصلاه والسلام، حديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله اذا اخذ احد من اهله الوعك، يعني مرض ولا حزن ولا، امر بالحساء، وهذا الحساء من الشعير، فصنع ثم امرهم فحسوا منه، ثم يقول انه يرتو فؤاد الحزين ويسر فؤاد السقيم كما تسر احداكن الوسخ بالماء عن وجهها. كما قلت لكم اي انسان بكري الرسول عليه الصلاه والسلام كان كي تكون عند عائله وفاه ولا يكون كرب ولا يكون حزن ولا اكتئاب يامر بهذا الحساء، كان يخدم برم تاع الحساء وكان يبعثهم لهذ الاهالي. اذا هذه هي التلبينه، هذو هما الفوائد تاعها، نتمنى انكم تجربوها، واللي جربتها ولا تعرفها تخلي لي الراي تاعها في التعليقات، سيرتو لي داومت عليها لمده ثلاثة اشهر راح تشوفوا النتيجه. وكما قلت لكم اي انسان عنده قلقه، عنده حزن، عنده اكتئاب، عنده المهم اي امر ضغطوا في هذه الدنيا هذه، سيرتو حنا في الوقت هذا الاخير كما قلت لكم كثروا بزاف الاسقام، كثروا الامراض، الوقت هذا تاع كورونا بزاف الناس ساعات تنتحر، امورات كثيره كثيره كثيره. انا ننصحكم بهذه التلبينه ونحاولوا نحيوا السنه النبويه لانه حاجه بزاف راح تساعدنا، واللي كان يعني اللي يقتدي بالسنه النبويه ويكون مع الرب سبحانه، ربي سبحانه ماهوش راح يخليه. اذا هذه هي، نتمنى تنال اعجابكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها. اذا عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جامون كومونتي ولي اسفل الفيديو، واذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه، نتلاقاو في عرض اخر، تهلاو في رواحكم وسلام.